وصلنا جزيرة مالاباسكوا في جنوب الفلبين، بالتحديد شمال جزيرة سيبو المعروفة. وهالجزيرة تختلف عن باقي جزر الفلبين اللي يوصل عددها أكثر من 7000 جزيرة. هني في نشاط سياحي غير اعتيادي، وصار المكان مقصد لمحبي البحر والحياة البحرية. ليش؟ هذه اللي نبي نعرفه. كثير هي الشغلات اللي تجذب الناس للسياحة، لكن هالجزيرة لها قصة مختلفة، لأن اكتسبت شهرتها بتواجد نوع من أنواع القروش النادرة والغريبة اللي هي التراشر شارك، قرش الثعلب أو القرش الدراس. لأن التراشر شارك موجود على عمق 30 متر في المغاص اللي بنروح له، فنفضل نغوص باسطوانات نايتروكس اللي هي عبارة عن اسطوانات هواء لكن فيها نسبة أكسجين إضافية، وهالشيء يسمح لنا ان نتم في هالعمق فترة اطول قبل ما ندش في الديكومبريشن ليمت، هو الوقت المسموح للغواص انه يتم فيه قبل ما يصاب بمرض انخفاض الضغط اللي يكون بسبب انتشار وتشبع الجسم بالنيتروجين. اول رحلة غوص لي في الفلبين، وايد متشوق اني اطب تحت واشوف بحارهم. هالقوارب بتدور، الناس بترحل بتسور في بحري في بحري. وصلنا المغاص عقب 40 دقيقة، ومراكب الغوص بعد وصلت. يقولون انه هو المغاص الوحيد اللي في العالم اللي يلا تراشر شارك كل يوم حق الكلينينج ستيشن بتنظف في هالمكان، ففي تشانس 80% على كلامهم ان نشوفه. الحين نازلين، ان شاء الله نتوافق في شوفته وتصويره. اللي يميز الغوص ان كل ما نزلت منطقة جديدة راح تشوف مناظر مختلفة ومخلوقات ما قد شفتها من قبل. البحر هني غني بالشعاب المرجانية والمخلوقات الصغيرة، ومن حسن حظنا تجابلنا مع الوايت تيب ريف شارك في هالكهف العجيب. لكن في هالغوصة كنا نحاتي ان ما نشوف التراشر شارك اللي جايين علشانه من اخر الدنيا. رحنا المكان المعروف بزياراته الصباحية، مغاص موناد شاول، وقعدنا على عمق 30 متر مع الناس ننتظر ايته. انتظرنا تقريبا ربع ساعة حتى بين من بعيد ان في شيء يتحرك، والحمد لله بين التراشر شارك وقام يسبح قدامنا رايح وياي في مشهد ما راح ننساه. هالقرش يتميز بطول ذيله، ويعتبر من السكان اللي يعيشون في أعماق البحر، وأكلهم بعد يحصلونه تحت، لكنه في الصباح يضطر أنه يصعد لعمق 30 متر على هالهضبة حتى يوصل محطة التنظيف اللي تعتبر عيادة صحية للأسماك الكبيرة، حيث تتخلص من الطفيليات الخارجية على جسمها عن طريق تغذي الأسماك الصغيرة عليها. متجهين حق منطقة مختلفة في سيبو، فيها نشاط غريب وتجمع كبير من السواح، لكن هالمرة لمشاهدة والسباحة مع قرش مختلف. وصلنا منطقة أوسلوب في أقصى جنوب جزيرة سيبو. هالمنطقة لها عنوان واحد فقط، وهو القرش الحوتي. هني يقومون أهل المنطقة باستدراج عدد من القروش الحوتية عن طريق طعامها كل يوم، والغرض هو جلب السواح للسباحة معها، والنشاط يكلف الشخص 30 دولار فقط. القرش الحوتي يعد أكبر أنواع الأسماك على الإطلاق، ويصل طوله ل 13 متر، وعلى ضخامة حجمه إلا أنه يتغذى على العوالق البحرية والأسماك الصغيرة، لذلك
وما يمثل أي خطورة على البشر. هني الغواصين يقدرون يحققون أحلامهم بالسباحة وجها لوجه مع هالمخلوق العملاق. ولكن المنظمات البيئية لها رأي مختلف. إطعام الأسماك والتدخل في نظامها الغذائي راح يتسبب في نتائج عكسية، حيث يخرج هالكائنات عن وضعها الطبيعي ويمكن يخليها اتكالية وهزيلة. الانتقادات اللي وجهوها نشطاء البيئة حق هالطريقة في جلب القرش الحوتي عن طريق طعامه والتدخل في نظامه الغذائي، رد عليه الطرف الآخر إن هالنشاط وما يمثله من أداة جذب سياحي ومدخول لأهل البلد وتنشيط الاقتصاد ساهم في المحافظة على القرش الحوتي. وفعلا اليوم صدرت قوانين تحميه بل حتى تمنع من لمسه. قبل كانوا الناس يصيدونه ويبيعون زعنفته على مطاعم شوربة زعنفة القرش، واليوم صار الناس يحبونه ويسافرون عشان يسبحون وياه في مشهد يظهر الألفة بين الإنسان والقرش.